نقدم جزيل الشكر والامتنان لخلية أساتذة مادة اللغة العربية على مجهوداتهم الجبارة في إنجاح هذه المسابقة. هذه المسابقة إن شاء الله ستمر على مرحلتين. المرحلة الأولى إن شاء الله ستكون في أسئلة متعددة الاختيارات أو جواب من متعدد. المرحلة الثانية إن شاء الله ستكون عبارة عن نص يمليه عليكم الأستاذ. في عطلة الربيع